اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى جديده من حصه البلاد اليوم، موضوعنا الاساسي اليوم للنقاش سيكون موضوع اقتصادي، نتحدث فيما بعد اتفاق فيينا الذي اسفر عن تسقيف انتاج دول منظمه الاوبك لانتاجها الى 32.5 مليون برميل يوميا، نتحدث عن الاستحقاقات الاقتصاديه التي تواجه الجزائر بناء على ما جاء وما تلا هذا الاجتماع المهم، كما نتحدث ايضا عن نقطه اقتصاديه اخرى مهمه تتعلق يتعلق بالمنتدى الافريقي الاستثمار الذي تنظمه الجزائر لماذا اختارت الجزائر الساحة الافريقية في هذه الفترة الاقتصادية بالذات وعلى ماذا تراهن الجزائر كما يكون موضوعنا الثاني أيضا للنقاش بإذن الله مع صحفي البلاد يحيى طبيش الذي تمكن وهو يقوم بعمله الصحفي من إقناع شاب أراد أن يقدم على الانتحار من أن يعدل عن قراره وأن ينزل ويسلم نفسه لعناصر الحماية المدنية وعناصر الأمن الذين كانوا في المكان نتحدث ما هي الكلمات السحرية التي ألقاها على مسامعه حتى يعدل عن قراره بالانتحار وقبل هذا وذاك نهى زحاف والرابع اليوم إليك نهى اهلا علي اهلا بكم مشاهدينا الكرام اسعد الله مساءكم بكل خير اذا علي تنوعات المنشطات التي خرجت بها الصحف الصادره لنهر اليوم بين البلاد التي عنونت على صد صفحتها الاولى تقول بن غبري تخمد غضب تلاميذ البكالوريا بعد ان اقرت حزمه من الاجراءات التخفيفيه لفائده الممتحنين وعقوبه صارمه ضد الغشاشين في البكالوريا اما لوسوارد الجيري فكتبت في ذات الشان تقول البكالوريا، الإصلاح يتأجل والعودة إلى النظام القديم للإصلاحات. المحور تحدثت علي اليوم وفي في منشطها عن موضوع مثير نوعا ما معنونة قبة الدجل، نواب انتهت عهدتهم يحجون إلى الأضرحة والشوافات طلبا لتبركات تجديد العهدة وطرح العين عن 30 مليون سنتيم. أما وقت الجزائر نعم. علي فتحدثت عن ان الجزائر تحتضن افريقيا وتبحث عن مكانه محوريه لها في اقتصاد القاره، وافادت الخبر كذلك على لسان المتحدث باسم قسم الدبلوماسيه العامه بالخارجيه الامريكيه بول واتسلافيك تقول لا قواعد عسكريه امريكيه في المنطقه. هذا عليه بالنسبه لاهم العناوين الرئيسيه التي خرجت بها الصحف الصدر نعم. مشاهدينا لنهار اليوم، ننتقل الان الى الرواصيد والكواليس واسواق الكلام كذلك التي رصدتها صحفة اليوم، والبدايه ستكون مع جريده الخبر التى تساءلت فى صفحتها سوق الكلام هل يعلم وزير الصحه حيث ينتظر أطباء مصلحة أمراض الأنف والحنجرة والأذن أقول بالمست... بالمؤسسة الاستشفائية حميدة بن عجيلة بالأغواط منذ عدة أشهر إحضر الإدارة دباسات صغيرة لإجراء عمليات جراحية معلقة بالمستشفى لاستئصال تنبتات الأنف لدى الأطفال الصغار في غياب عيادة خاصة بالولاية تقوم بالعملية وضرورة نقل الأولياء أطفالهم للولايات المجاورة للولايات المجاورة أقول لإجراء هذه العمليات البسيطه فهل هو التقشف في المؤسسات الاستشفائيه لكبح العلاج بولايات الجنوب تتساءل علي جريدة الخبر عن آثار التقشف على هذه المؤسسات نعم زميلتي نهى ربما التقشف ليس مبررا التقشف ربما لا يكون في الأمور الأساسية في الأمور الحيوية وقطاع الصحة بصفة عامة هو لا يحتاج إلى تقشف ربما كانت الوزارة لو تقشفت في بعض الميزانيات التي لا مبرر لها لتكافح هذا الفساد ربما بعد في الأمور بعض الأمور الإدارية شفائيه نعم لكن ربما السيد الوزير لا يعلم وربما هو يعلم جيدا انه كم تكلف هذه الامور البسيطه جدا توفيرها كم يغتنمها هؤلاء وكم تقلل من جهودهم وكم تقلل من مصاريفهم وفيه كذلك نقطه اخرى وموضوع اخر كنت وعدت مجموعه من الطلبه أن نطرحها يعني في الحصه ربما لا ندري إن كان يعلمها سيد وزير الصحة وكذلك سيد وزير التعليم وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيد الطاهر حجار هذا المشكله اللي يعاني منها اليوم طلبت جراحه الاسنان على مستوى كليه جراحه الاسنان هنا في الجزائر العاصمه خاصه وكذلك على مستوى باقي كليات الوطن انه هؤلاء الطلبه اليوم مضطرين خاصه طلبه السنه الرابعه والسنه الخامسه مضطرين لشراء بعض العتاد وبعض الوسائل التي من دونها لن يستطيعوا ان يقوموا بعملهم على اكمل وجه ولن يستطيعوا ان يتلقوا تكوينهم وهم لحد الان يعني ما فيهش وهذا العتاد تصل قيمته ربما الى خمسه او 6 ملايين سنتيم يعني يعني بالنسبه لنقول لوزير الصحه والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبه لطالب بسيط جدا هذا المبلغ راح يشكل له عائق كبير له ولعائلته. انه هي. يخلي الزوالي ما يتعلمش وما يتكونش وهذا كمير. بدوره يعني يضعف من حظوظ الزواليه في العلاج مستقبلا. سلسلة. هي سلسلة متكاملة مترابطة ونتمنى أن يسمعنا فعلا. وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذلك معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ننتقل عليه هذا بالنسبة للموضوع الأول الموضوع الثاني من جريدة المحور التي كتبت مم. في صفحتها الغربال تقول والي خنشلة يقر بفشل الاستثمار حيث اعترف والي ولاية خنشلة حمو بكوش أن مصاريحه أحصت شغور أزيد من 278 ألف هكتار من العقار الموجه الى الاستثمار الصناعي عبر عديد المناطق الصناعيه، واضاف ذات المتحدث ان المنطقه الصناعيه الوحيده المتشبعه هي منطقه بلديه بغاي، التي تم منح كل عقارها الى المستثمرين الذين باشر اغلبهم في استثماراتهم الصناعيه بها، غير ان باقي المناطق بمختلف البلديات والدوائر ما زالت غير مستغله، واكد والي خنشله ان التقييم الحقيقي للاستثمار لا يحدد بلغه الارقام وانما هو مجسد فعليا في الميدان حيث ان الفارق المسجل كبير بين ما هو ممنوح من عقار صناعي وما هو مستثمر على الميدان وهو ما يدل على ان الاستثمار بولايه خنشله مازال فاشلا اعتراف جريء وصريح جدا من نعم. طرف ولي ولايه خنشله فعلا فعلا هو اعتراف جريء وصريح وهذا هو المطلوب يقال ان الخطوه الاولى الصحيحه لعلاج اي مرض هو تشخيص المرض م -م. نعرف اين المرض الوزير قال ان الوالي الاستثمار تقصد. الوالي عفوا قال م -م. بان الاستثمار في خنشله ضعيف. غير موجود نتمنى ان تكون هناك جراه في الفعل لان يوطن هذا الوالي الاستثمار في هذه الولايه كي تكون خطوه اخرى شجاعه شو. بناء على هذا التشريح الشجاع نتمنى ذلك خاصه ان الجزائر تعول كثيرا على قطاع الفلاحه صحيح يعني الأزمة وخشلة واعده جدا في, في, في هذا المجال في هذا نعم ننتقل الى جريده الفجر علي في صفحتها التي كتبت تقول بان القصبه في حداد حيث خلفت جنازه ايقونه الغناء الشعبي الفنان المرحوم المرحوم عمر الزاهي الما وحزنا لدى الكثيرين وبالاخص سكان القصبه والدليل على ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين حضروا جنازته الامر الذي جعل البعض يعلنون حدادا طويل المدى على هذه القامه الفنيه التي الذي يتصف بحسن وطيبة أخلاقه مع جيرانه الذين قرروا وقف بعض أعمالهم ومصالحهم عرفانًا بجميله علي حين تكون ابن الشعب لا تحتاج إلى جنازة رسمية. وهو ما حدث مع, مع الشيخ عميمر كما يراقبه اكيد حميمية وذكريات كبيرة يعني ترتبط بهذا الشخص بالكثيرين. مم ربما أنا أضيف على الزملاء في الفجر أنه ليست فقط في القصبة المحور في في المحور عفواً مم أنه ليست القصبة هي فقط التي في حداد الجزائر كلها في حداد من ذهب إلى الجنازة ومن عايشها. رأى وشهد أن الكثير من ولايات بعيدة جاءوا صحيح. من عنابة جاءوا من قسنطينة جاءوا من وهران جاءوا من الجنوب هذا يبين أنه فعلا فنان الشعب البسيط المتواضع الذي حظي باعتراف وبجنازة شعبية كبيرة رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه رحمه الله رحمه الله <applause> ننتقل عليه الآن إلى عمود اليوم والمقال التحليلي الذي اخترناه مشاهدينا يعود للكاتب الصحفي في جريدة البلاد عيسى جرادي الذي كتب في صفحته أكتفي بهذا القدر يقول روح تلعب على روحك. ما حدث بين رئيس المجلس الشعبي الوطني واقدر في الرجل ثقافته وفكره لكن ليس سياسته يقول عيسى جرادي ورئيس كتله حزب جبهه التحرير الوطني وبعض نواب الموالاه ويقول عيسى جرادي لا اؤمن بوجود معارضه في هذا الحزب يمنحنا فكره عن مستوى الانهيار في منظومه قيم نواب الامه. هذا إذا افترضنا دون تعميم طبعا أن لهم قيما يتميزون بها ويدافعون عنها كما يضعون في مواجهة سؤال جذري هل يحق لأمثال هؤلاء أن يشرعوا لنا أو يتحدثوا نيابة عنا وهل يؤتمنون على مستقبل الدولة والمجتمع وعموم الأمة روح تلعب على روحك رد من رئيس المجلس على نائب استفزه وروح تلعب تعني لا معنى لك ولا لكلامك، انت لا تساوي شيئا بكل المعايير واوصاف اخرى تنزل بقدر النائب الى حد تنزل أقول بقدر النائب الى حد الصفر، وهي في عمومها كنايه عن انهيار قدر النائب، واضاف الكاتب يقول احد الاسباب التي تفسر اعراض المواطنين عن هذه الهيئه الموقره في ذاتها واتهامها بالانحراف والتقصير وزهدهم في نوابها واعتبارهم مجرد ببغوات متكلمة يكمن في شيوع سلوك التناسل القبيح بين أعضائها وتحولهم في أغلب الأحيان إلى وكلاء حكومة فبدل التصدي لها حين تقفز في الفراغ بوطأة قرارتها على الشعب أو حين تركب رأسها وترفض الإصغاء للصوت الآخر ها هم يصفقون الها ها هم يصفقون يقول الكاتب لها ثم ينصرفون أعود يقول إلى روح تلعب على روحك وأسأل مرة أخرى ترى هل تهيأ الملعب للقادمين في أبريل 2017 عليه البرلمان يشهد مباراة ديربي تجمع بين جميعي وولد خليفة في ظل مباراة اليوم يعني مع نعم بين الريال وبرشلونة يبدو ان مباراة الكلاسيكو اليوم كلاسيكو العالم قد اثرت حتى في توصيف زميلتي نهى التوصيف السياسي طبعا هنا انا ربما اؤيد طرح الكاتب الى اي الى مدى بعيد نقول انه هذه ما يحصل في البرلمان من ملاسنات بين السيد العربي بن خليفه والخليفة خليفه وايضا السيد جميعي تفقد الشهيه الانتخابيه هي المفقوده اصلا يعني اذا كانت السلطات يعني بكل وسائلها وبكل طاقتها تحاول ان تجند الناخبين حتى يشاركوا ما يراه الامور تؤثر يعني على مستوى اقبال نعم الشعب على نعم هذا الاستحقاق جميل ربما لو نرى انه في بعض الملاحظات احيانا ملاسنات كما تحصل في كل برلمانات الدنيا العالم. من اجل مشروع من اجل فكره من اجل مخطط ما من اجل استراتيجيه ما اما ان يتحول تلاسن الى شيء شخصي في للأسف داخل الحزب المفروض انهم حزب واحد هذا هو المأسوف والمتأسف م. عليه في انتظار أن يرتقي نواب البرلمان ويرتقي م. المستوى السياسي في الجزائر عموما ننتهي اليوم ننهي حديث الرابعة اليوم ونلتقي غدا في نفس الموعد على نفس القناة عليه شكرا جزيلا لك شكرا لك زميلتي نهى على تقديمك لفقرة الرابعة اليوم نقلتنا إلى الصحافة المكتوبة وإلى أهم ما جاءت به المنشطات وصفحات الأولى وكذلك الرواصد والكواليس بعد قليل مشاهدينا الكرام نقاشنا يتمحور حول ما بعد اتفاق فيينا وكذلك المنتدى الافريقي الاستثمار الذي تحتضنه الجزائر بعد فاصل قصير لا تذهبوا بعيداً أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الأول من نقاشنا اليوم في حصة البلاد اليوم في موضوع اليوم نتحدث عن ماذا بعد اتفاق فيينا التي الذي تم التوصل إليه في يوم الأربعاء الماضي 30 من نوفمبر هذا الاتفاق الذي وصفته الكثير من الأطراف والكثير من وسائل الإعلام بأنه اتفاق تاريخي خصوصا في هذا الظرف الراهن حيث تشهد أسعار المحروقات انخفاضا طبعا بعد التوصل هذا الاتفاق ارتفعت أسعار المحروقات في الأسواق العالمية إلى ما فوق 50 دولار تراوحت بين 52 حتى 54 دولار، طبعا الدول التي اجتمعت في فيينا اتفقت على تسقيف الانتاج ب 32.5 لمده سته اشهر ابتداء من الفاتح من جونفي 2017، نتحدث عن الاستحقاقات التي يلقيها هذا الاتفاق وماذا يعني هذا بالنسبه للجزائر والى والى اي مدى يمكن ان نطمئن ويمكن ان نثق في ربما في قوه هذا الاتفاق حتى تبقى الاسعار مستقره بما يخدم الاقتصاد الوطني. يعني ربما سوف نتحدث ايضا في مرحله ما بعد المحروقات وهي المرحله التي بداتها الجزائر بجمله من المشاورات اهمها المؤتمر الذي ينعقد اليوم في نادي الصنوبر المنتدى الافريقي الاستثمار لماذا المنتدى الافريقي الاستثمار وماذا تريد الجزائر منه وما هي الاجنده الجزائريه الاقتصاديه المقبله في القاره السمراء طبعا هذه المواضيع نتحدث فيها ونناقشها مع الدكتور كمال رزيق استاذ الاقتصاد اهلا بك شكرا اهلا وايضا الاستاذ منصور عبد العزيز عضو لجنه الاقتصاد بالبرلمان عن حركه البناء الوطني اهلا بك استاذ اهلا وسهلا دكتور كمال رزيق لو ابدا معك يعني بتحليل اقتصادي حصل الاتفاق الموعود في فيينا، البعض كان متوجسا، البعض كان متفائلا وانت ربما كنت من اولئك، كنت تتحدث ان الاتفاق فيه سوف يصل ووصلنا اليه والحمد لله بعد مجهودات جزائريه طبعا ودبلوماسيه اختلط فيها السياسي بالاقتصادي بامور كثيره وتم التوصل الى هذا الاتفاق. ماذا بعد فيينا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشكرك على الاستضافة أحلى. أكيد أنا كنت جد متفائل ولم أشك قط بأن الاتفاق لا يتم باعتبار أن الجزائر استطاعت أن تحقق الاستحقاق الأول في اجتماع الجزائر وتصل إلى ميلاد مرة أخرى لهذه المنظمة وخروج بقرارات قرارات هامة وقرارات شجاعة، كل الناس لم تكن تعتقد بأن ستستطيع الجزائر في تجاوز هذه الاستحقاقات، والحمد لله الدبلوماسية الاقتصادية استطاعت أن تحقق ذلك. لذلك هذه التفاصيل المتعلقة في كمية الإنتاج وغير ذلك، أنا كنت يعني حدثاً يمكن متيقن 100% بأ أن الأمور ستسوى في اتفاقيه فيينا لماذا؟ لان يعني لابد ان المشاهد يعرف بان الان الدول المتضرره من, من ازمه البترول هي الدول اللي كانت مسببه متسببه في اصل الازمه يعني وصلها الموس الاعظم وصلها بالدارجه وصلها الموس الاعظم الان عندما نشوف المملكه العربيه السعوديه تعاني من ازمه اقتصاديه ماليه خانقه عندما نشوف الكويت نشوف عده دول وروسيا الان اصبح من اللازم ان نجد حل ولذلك الجزائر الدور المنسق بين هذه دول الخليج وايران وروسيا وغير ذلك شفنا الجولات المكوكيه التي بذلت ليس فقط لوزير الطاقه وهو مشكور على ذلك حتى, حتى وزير الدبلوماسيه الجزائريه وزير, وزير, وزير الخارجيه ووزير وزير المنتدب الخارجيه المكلف بجميع الدول العربيه السيد ايضا أكيد جميع حتى ت... وزير الخارجيه حتى من لا يخفى عليك ان كل البعثات التي كانت تذهب باسم فخامه رئيس الجمهور في اي منتدى كانت يعني من رئيس المجلس البرلمان مجلس الامه الوزير الاول كانت تستغل تواجدها في بعض الدول وتفتح ملف الغاز والبترول وغير ذلك لذلك فليس هو انتصار لشخص واحد بل هو انتصار لكل دبلوماسيه جزيره اقتصاديه اكيد الفضل يرجع لهؤلاء كلهم هم استطاعوا ان يقربوا وجهه النظر الان ماذا بعد آه، هذا الاتفاق الان بعد هذا الاتفاق الان لهذا الاتفاق كان جميعا الشركاء ساهموا فيه حتى الان الاخبار تقولنا بعده دول خارج الاوباب الان ابدت نيتها على تخفيض انتاجها وهذا شيء ايجابي لان بدات الاسواق تتعافى الان ما بعد الاتفاق لابد اننا نسعى على ان دول الاوباب انها تحترم هذا الاتفاق من اجل مصلحه الجميع نعم وبالتالي وبالتالي الان بالنسبه للجزائر المعركه الاولى الحمد لله ربحناها لان 50 دولار يدخل في طار مشروع ميزانيه 2017 الان لابد الحكومه تتفكر فيما بعد المحروقات وهذا ربما سوف نناقشه بعد حين موضوع ثري ودسم جدا هذا شاء الله. الموضوع استاذ منصور عبد العزيز اذا بمنظور اقتصادي ربما الجزائر استطاعت ان مثل ما تفضل الدكتور الزيك نجحت في امتحان اجتماع الغير رسمي ثم بعد ذلك اصبح هنا رسمي هنا في الجزائر واجتماع فيينا الذي ربما اعلن هذه النتائج وتسقيف الانتاج الى 32.5 مليون برميل يوميا. الى اي مدى يمكن ان نقول انه اقتصاديا نستبشر به اقتصاديا استاذ ونحن في هذه الظروف الماليه الصعبه، الى اي مدى نحن اليوم ربما ارجعنا الى السكه نسبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه نشكر قناه البلاد على هذه الاستضافه اهلا آه، ثانيا نثمن آه، ونشكر الدبلوماسيه الجزائريه على المجهودات التي قامت بها لتقريب وجهات نظر الفرقاء نشوف الصراع الجيوسياسي اللي كان محتدم بين امريكا والسعوديه في البدايه السعوديه ثم السعوديه وايران اسواق التحالف ضد النفط الصخري اللي كان امريكا حابه تصدره ثم بين أم... بين السعوديه وايران وروسيا لتقديم أظافر إيران وروسيا ثم وقع ما حذرنا منه أن كل الدول بما فيها الدول المصدرة والدول المستهلكة للبترول ستتضرر والآن وصلت السعودية إلى عجز في ميزان الميزان الميزان تاعها، الموازنة تاعها، مما اضطرها إلى تخفيض إنتاجها. إذاً رغم الصعوبات الكبيرة الدبلوماسية الجزائرية تلاقت مع الإيرانيين، تلاقت مع السعوديين، تلقت مع العراقيين، مع مع روسيا، إذاً وكان لها هذا النجاح، إذاً كما ذكر الأستاذ أول خطوة المعركة الأولى كانت في الجزائر، وكثير من ممن كان لا يراهن على عدم نجاح لقاء فيينا، ولكن جزءا من سر النجاح هو ان في لقاء الجزائر وضعت لجنه لتحديد حصه كل دول في التخفيض علاش يعني اجتماع الجزائر مد اليات وميكانيزمات عمليه على خطر مم. اوبك ما قبل 2010 كانت تحدد سقف وتخلي الدول تجتهد وثم تصرا فتنة حسب السوقيه نعم عمرهم بتفهمه. نعم ولكن المره هذه رجعت للاليه تاعها وحددت لكل دوله لجنه اللي داروها في الجزائر هي اللي وهذا الذي حسم الخلاف وكل دوله ارضت بالشيء الذي قدم لها بل, بل, بل تحصلنا على أكثر من ذلك إيران كانت تطمح في 4 ملايين و 200 ألف برميل اكتفت ب 3 ملايين و 900 برميل أه ولذلك أه روسيا دولة خارج أوبيك وكمبادرة حسنية التزمت بتخفيض نصف ما يطلب من دول خارج أوبيك 600 ألف روسيا التزمت ب 300 ألف إذا هذه مبشرات عندنا مثلا خروج أندونيسيا جملة العضوية نعم تاعها. من الأوبيك إيه ربحنا المنتوج تاع أندونيسيا 13 14 دوله دوك 13 دوله فقط في في اوبك اذا هذه كلها اشارات لكن ربما أما أستاذ أما تجميد اندونيسيا لعضويتها هو هذا تجميد يعني العضويه وليس تجميد الانتاج وربما التصدير. ما عندهاش واش تصدر هي اندونيسيا قريب خلاص لها النفط والبترول وخرجت من تبعيه صحيح الـ صحيح عندها ما ي... مش عن... يعني الاكتفاء الذاتي ما عندهاش م. يعني عاد ما يكفيهاش الاستهلاك الداخلي حتى هذه الدول كامله تاع اوبيك وخارج اوبيك من على خمسة ستة سنوات راح يزيد الاستهلاك تاعها الداخلي احنا مثلا في الجزائر راح الاستهلاك تاعنا يزيد ب 40% تصدير البترول عشرين. من خبر كان و... ولهذا في المستقبل المتوسط خمس سنين 10 سنين عاود يطلع البترول لأن الاستثمار في البترول اليوم تراجع ب 40% الناس ما عادش تدير الاستثمار في التنقيب وفي في, في الاستكشاف البترول ولهذا على المدى المتوسط ما يدخل فلوس يعني ما يدخل فلوس بمعنى لما تراجعت اسعار المحروقات الناس مهم. ما تستثمر في صحيح في البترول اما ما يخص الاقتصاد الجزائري حنايا حاسبين الميزانيه تاعنا على 50 دولار على خاطر كانت المعارضه طالب عليه ديروا 37 دولار ومن بعد تروحوا صندوق ضبط الايرادات ومن بعد تكون عزل الميزانيه باش باش يلبوا الرغبه يبدا الصندوق يعني سهلوا هذا مباشره داروا 50 دولار ولكن في الحقيقه الاقتصاد الجزائري مبني على 80 دولار للبرميل يعني هذه ال 50 ال 50 اللي تدخل تتصرف تتصرف ومازال عزل الميزانيه عندنا نبيعوا 20 18 مليار دولار محروقات نستوردوا الواردات 38 39 نعم دولار نعم 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 نزيد نقول نعم 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 دول اوبك ها. بحاجه إلى, الى الى الى, سعر تاع 80 حتى 100 دولار وهذا ما يكونش في وهذا ربما داع. السعر المثالي ربما سؤال للدكتور كمال رزيق اليوم او بعد يوم من اتفاق فيينا ارتفعت الاسعار البترول في الاسواق العالميه وهذا الاسواق العالميه كما انت ربما مختص في الاقتصاد تعلم انه الوضع النفسي مؤثر لما تكون هناك مخاوف الاسعار ترتفع زادت يعني والحمد لله الى 52 54 لاباس لما يبدا يعني فعليا هذا قرار التسقيف 32.5 بدايه من اول من جون في ان شاء الله العام المقبل هل من الممكن نشوفوا 60 -70؟ ولا 70 والله يعني تبقى الاسعار يعني في هذا الاطار هو الان هذه الدولارات التي ارتفعت كردت فعل لان القرار يبدا تطبيقه في واحد واحد كلكم تعرفوا بان البترول تنظموا العقودات الاجله يعني النفط تاع جونفي يتم ابرام العقود في نوفمبر وديسمبر يعني لذلك كان ردت يعني عمليا رانا فيه ايه رده فعل فقط كما وقع بعد اجتماع الجزائر كانت فيه رده فعل ثم عادت الاسعار الى حالها. لذلك فهذا رده الفعل الان يعني بهذا الاتفاق لكن فعليا سوف نرى الاستحقاقات في جنبي عندما يعني الدول سوف تخفض وينخفض الطلب يعني بتقريبا المنظمه نقصت تقريبا مليون وخارج المنظمه وكن ينقصوا مليون يعني تقريبا اثنين جمله راح ينقصوهم وهو هذا الطلب اللي كان فائض وبالتالي في امكانيه لان السعوديه لم تطلب الان 50 خمسين احنا طلبناها الجزائر باعتبار ان الاحصائيات تقول بان الاقتصاد العالمي باش يتحرك ويخرج من حسوبات ولازم على الاقل 50 دولار للبرميل. السعوديه وزير النفط يتكلم على 60 دولار، يعني السعوديه مطالبها سقفها مرتفع الى 60 دولار. نعم ربما اذا دخل خلينا خلينا نفتح يعني القوس هنا حول السعوديه استاذ. يعني السعوديه وزير النفط كان يقول سوف نبقى نصدر ولن نشعر بالالم حتى ولو وصل الى 20 دولار. السابق. وزير سابق. وزير سابق نعم. لماذا السعودية هذه المرة كانت من الأوائل يعني والدول التي تحركت بشدة في سبيل نجاح هذا الاجتماع شوف ما يخفاش عليك بالله في السعوديه تغيرت يعني بعد وفاه خادم الحرمين ومجيء الخادم الحرمين سلمان تغيرت الامور كثيره في السعوديه حتى المواقف حتى الامور هذا واحد ثانيا السعوديه حتى انه بعض بدا يشوف بانه الجيل الجديد من الامراء بدا يدخل وبدات النظره المستقبليه اكيد ماشي اللي يجيبوه يصرفوه انما حتى عندهم خطه 2030 تاع الامير متكل... محمد متكل... بن سلمان وهذا وهذا اللي تشتغل عليه الان السعوديه الامور تغيرت في السعودية وإحنا استبشرنا عندما جهل الملك لأن يعني عنده نظرة قومية إسلامية استبشرنا بأن السعودية تعود إلى الحاضنة العربية الإسلامية والآن نشوف يعني الأمور تغيرت وبالتالي الآن هذا الوزير النفط الإيراني وحتى الحكومة السعودية معذرة عندها نظرة أخرى استراتيجية أخرى مغايرة لما كان من قبل وبالتالي لا يعقل الآن أن نستنزف ثروات لأنها ثروات لأن المنطق أنك تبيع اتن برميل ب 50 دولار احسن من تبيع 1000 برميل ب 20 دولار يعني تبقى احتياطياتكم خزنه حتى ينهار ربي باش ما نستنزفش نعم. خيرات البلاد نزيد على ذلك الان التشنج الموجود بين السعوديه والولايات المتحده الامريكيه لم تعد السعوديه الحليف الاستراتيجي كما كان يعني اتفاق يعني ما دام التشنج مع... لما يطلع ترامب اتفاق مع ايران كان على حساب المصالح العليا السعوديه قانون جستون اللي جرم وغير ذلك كل نعرفه الو... بانه تري... تريليونات دولارات ايه راح تروح اي مديون خصيصا لمعاقبه السعوديه لذلك فاعتقد بان الامور تغيرت الان السعوديه أه تعيش ازمه وسعر البترول الان ما يساعدهاش وبالتالي الان السعوديه هي اللي تطالب 60 دولار يعني كانت اكبر منا احنا معليش قلنا نروحوا 60 لان اللي يكون في علمك احنا في الجزائر حاسبينه على 50 دولار لكن كل دولار اضافي راه تقريبا 700 دولار اضافيه تدخل لخزينه الدوله كل دولار احنا حسبنا على 50 الان كون في 2017 يكون متوسط تاع 55 دولار العجز اللي انا مرتبينه في ميزان في الميزانيه 8% اعتقد هذا ما تم تحديده في قانون الماليه تاع 2018 ما حيش يكون 8 لان العجز 8% يقارب تقريبا 12 مليار دولار وبالتالي كل دولار اضافي فوق 50 العجز الموازنه حينخف وبالتالي يعني كما احنا نقولوا باللغه الفرنسيه 60 بوفي دوكسيجين الاقتصاد الوطني الجزائري لذلك احنا نتمنى ان شاء الله يوصل 60 كما قال الاستاذ احنا صح وهنا وهنا على ثمانين. نعم نعم على كل ما يلحق ال يكون احسن وهذه ربما هي النقطه التي سوف يجيبنا عنها وسوف نتحدث معها مع الاستاذ منصور عبد العزيز قضيه سعر البترول ونسبه العجز بعد فصل قصير مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من نقاشنا اليوم في البلاد اليوم والذي نتحدث فيه عن ما بعد الاتفاق الذي حصل في فيينا حول تسقيف دول منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك لإنتاجها في حدود 32.5 مليون برميل يوميا نتحدث في تداعياته وفي الاستحقاقات التي تواجه الاقتصاد الجزائري بناء على هذا الاتفاق طبعا يحضر معنا كل من الدكتور كمال رزيق أستاذ اقتصاد أهلا بك دكتور مرة أخرى وأيضا الأستاذ منصور عبد العزيز عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان عن حركة البناء الوطني أهلا بك أستاذ مرة أخرى <applause> أستاذ منصور عبد العزيز ربما دكتور زيق ختم بفكرة مهمة قضية سعر البترول والعجز في الاقتصاد الوطني كيف يمكن أن تؤثر أو ما هي ربما السعر والأسعار أو ابتداء من أي سعر يمكن أن أتعاب الجزائر ومتاعب الجزائر في قضية العجز تقل نوعا ما هو السعر المرجعي الذي بنيت عليه الميزانيه والموازنه تاع 2017 الى غايه 2019 على خاطر دوك الجزائر دخلت في نموذج اقتصادي تاع ثلاث سنوات وعلى حساب القانون الماليه ل 2017 يرسم المسار تاع ثلاث سنوات مش تاع سنه 2017 فقط يقول باللي اذا كان اسعار البترول كانت 50 دولار سنصل الى عجز موازنه تاع 12 مليار دولار في 2017 وسنصل الى عجز تاع 6 مليار دولار في 2018 وسنصل الى عجز تاع الموازنه 1.2 مليار دولار في 2019 بمعنى وهذا كيعود قليل يعود ما ياثرش على عادي بمعنى صحيح اذا مشينا في 50 دولار اذا وانا انا راي يعني شخصي نشوف باللي اسعار البترول تكون بين بين 50 و 60 بمعنى المعدل تاع 55 دولار وقد قدرة توصل ل 60 دولار لعده عوامل زياده الطلب على البترول اذا كان زاد النمو كاين بشائر قلت المده المتوسط ممكن يزيد الطلب على البترول بسبب ارتفاع النمو خاصه في الهند والصين، زياده الاستهلاك الداخلي لهذه الدول تاع الاوبك، كاين مشكل في قضيه النفط الصخري الامريكي لانه تكلفته عاليه جدا 80 دولار للبرميل باش تستخرجوا مده الحياه لا ديوري دي في بوي دو غاز دو شيست ولا دو بيترول دو شيست نو ديباسون با لي دوزاني يعني دوزون العام الاول يعطيك 70% البئر هذاك، العام الثاني يكمل لك 30% ومن بعد يغلقوه يلعبوا على العدد دو نومبر الامريكان حفر 940 الف بئر تاع الغاز الصخري وكل, حفر فيه تكاليف فيه تكاليف تكاليف قلت لك 80 دولار يقولوا الخبراء من 1980 ملي بدا الحفر الصخري الى 2000 يعني كنا نستخرج اليوم نخسروا 30 دولار 2012 خسرت من امريكا 6000 مليار دولار 6 مليار دولار 6 تريليون دولار الله ولهذا هذا هذا اثر حتى في الموازنه تاع امريكا مش قضيه السندات الرهنيه هذيك اللي جات في الازمه الماليه قضيه الاستثمار في الغاز الصخري وامريكا اليوم حبت تشجع الدول ديروا باش تبيع لها الاليات هذيك باش تسترجع شويه راس المال تاعها ولذلك امريكا الغاز الصخري تاعها هذا والنفط الصخري 2020 خلاص يولي ما ينضب ولذلك يزيد الطالب تاعها ويحبط المخزون تاعها ولهذا انا متفائل باللي من ناحيه 2020 ممكن البترول يولي 100 دولار يعني ماهوش مشكل المهم احنا الميزانيه تاعنا فوق 50 دولار على حسب قانون الماليه كما تقول الاستاذ ممكن نخرجوا بصفر عز في الموازنه ماهوش مليار فاصل 200 الا كان 50 دولار برك نوصلوا للمليار نعم. فقط فقط انا نعترض على الاعتماد على الضرائب الكثيره قريب 20 ضريبه ورسم على جيوب المواطنين ماهوش حق المواطن وحده يتحمل تبعات الازمه الماليه اللي تعرفها الجزائر نعم هي ازمه ماليه تعرفها الجزائر ربما الدكتور كمال رزيق فيه نقطه انه صحيح انه الاسعار ربما راح تزيد هذا هذا لا شك فيه لكننا في المقابل خفضنا في حصتنا السوقية خمسين ألف والمداخيل بين هذا يعني بين الزيادة في السعر والتخفيض في القيمة السوقية ما نبقاوش يعني ندوروا في نفس الدائره قضيه المداخيل بصفه عامه نتحدث كم نصدر وكم نجني منها هو اكيد التخفيض كان لازم لان عندما نتكلم على تسقيف وتخفيض لابد جميع الاعضاء تاثير هذا التخفيض على مداخلنا نعم نعم لابد جميع الاعضاء م. انه تلتزم اولا تخفيضنا ما هوش حاجه كبيره بزاف 50 الف برميل بالمقابل دول اخرى اكيد ما راحش يكون فيه تاثير لماذا؟ لان لو نبيع البترول ب 40 دولار نبيع كميتنا بالاضافه الى 50 دولار يمكن نجيب اكس لكن كي نبيع البترول ب 50 دولار حتى ونخفض 50 راح نبيع اكس زائد اثنين او ثلاثه يعني في نهايه المطاف هذا التخفيض ما راحش ياثر على الكميه على الاقل نحافظوا على مخزوننا نخاف نحافظ على مخزون, على مخزون م هذا م واحد راح نزيد من الايرادات لذلك فاعتقد بان التخفيض كان لازم وكل الدول لك تشوف عندما نشوف 14 دوله كل دوله خفضت يعني ولا دولة تم استثناءها أه كميات تتوافق السعودية خفضت تقريبا 420 ألف برميل يعني حصة كبيرة كبيرة نعم. لذلك فأعتقد بأن بالعكس كما قال الأخ الكريم يعني أنا متفائل بأن إرادتنا رح تزيد وعلى الاقل الحكومه تكون عندها اريحيه قليلا في الجانب الميزانيه باش على الاقل تروح الامور الجاده والامور المهمه ما نعم. ترقع ربما تروح سو... الاصلاح الحقيقي هذا ما تحدثنا عنه كان داخل منظمة أوبك اليوم كاين دول كبيرة ومصدرة كبيرة ومؤثرة في العالم وربما هي الأكبر حاليا خارج منظمة الأوبك يعني هذه الدول دكتور رزيق كيف راهي تشوف هذا الاتفاق؟ بل بالعكس نشوفوا البلد رقم واحد هي روسيا من منذ البداية يعني. يعني حتى حضوره في لقاء الجزائر بوفد قوي ومشاركته في منتدى الغاز وفي نفس الوقت يعني على الاطراف اللقاءات الدبلوماسيه اللي تمت الزيارات المكوكيه اللي دارها وزيرنا الى روسيا الدليل بان روسيا في بدايه الامر كانت وما زالت تساند التخفيض لان روسيا هي ثاني ما مصلحتها اسعار متدنيه صحيح تعاني من ازمات اقتصاديه تعاني من ازمات وروسيا بدات تتقشف قبلنا وغير ذلك والان هي في حروب وروسيا تعاني من لومبارغو كما احنا نقولوا اوروبي حصار بسبب اوكرانيا وغير ذلك لذلك في روسيا الان تحتاج سعر برميل قوي باش يمكنها من الاستحقاقات حتى فيه دول اخرى غير روسيا مثل سلطنة عمان اذربيجان كثير من الدول ابدت موافقتها وابدت التزامها وابدت نيتها في التخفيض وهي دول خارج الاوبا علاش لان كل هذه الدول كل فروحة سواء كان ضمن اللوبيب او خارج اللوبيب كلهم تاثروا بهذه الاسعار المتدنيه، لذلك نعم. كلهم الان عندما الان احنا قلنا مليون ويزيد يجوم من يزيد الان 60 دولار للبرميل يعني ليس حلم يعني نعم تحقيقه يعني وارد جدا يمكن نعم. شهر بتو... في شهر جونفي فيفري البترول يطلع الى 60 يمكن الى 65 دولار نعم ربما ترتفع 50 الى 60 لكن يبقى الاستحقاق الحقيقي هو استحقاق ماذا بعد المحروقات أكيد. وماذا ولماذا لا نرهن مستقبلنا ومستقبل اقتصادنا باجتماعات لاطراف اجنبيه لسنا ندري اجنداتهم ولسنا ندري مصالحهم الى اين سوف ترمي بنا؟ ربما قضيه ما بعد المحروقات اليوم استاذ منصور عبد العزيز يعقد في هنا في نادي الصنوبر المنتدى الافريقي للاستثمار، منتدى الاستثمار افريقي هذه المره. على ماذا تراهن الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نهضر على هذا كما ذكر الاستاذ كاين كاين محاذير لازم ما نطمئنوش 100% علاش باش نميل الى ان هذا التراجع تاع اسعار المحروقات ونعمه للجزائر باش ما نبقاوش عايشين على اسعار البترول تحبط تحبط هذه فرصه باش باش نمشيو الى حلول خارج المحروقات يقول لك البعض يا دكتور لو اننا بدينا ممكن تكون نعمه ما دام يعني الاسعار راهي تنخفض وحنا رانا مربعين يدينا هكذا على مسكة. خاطر نعطيك بعض المؤشرات بلي لازم نحذره انت يا ليبيا ونيجيريا مستثنات من هذه المبادره بمعنى تخفيض بمعنى غدوه ليبيا لو كانت تعافى داخليا ونيجيريا الاوضاع الداخليه تحسن ما حددوا لهمش اللجنه ولا الاتفاق ما حددوا لهمش الكميه والمده قدر في خمس شهور يبدا ينتج بربع ملايين خمس ملايين إذن رايح يهدد كاع الاليات اللي نرسمها للصفر الى ما تحت انه انه لو للصفر بمعنى ما لازمش تطمع انه باللي خلاص الامور راهي لاباس بها وما كان حتى صحيح. مشكل ولذلك آه يجب الحذر ويجب اعتبار ما حدث صرات لنا عده محطات 88, 88 في 2011 صرت علاش لماذا لا نعتبر؟ ماذا بنا تكون هذه محطه باش نخرج نهائي من المحروقات وتكون اراده سياسيه حقيقيه وهذا المنتدى استاذ هذا المنتدى الافريقي الاستثماري هنا هنا نجيو للبدائل انا انا اثمن هذا المنتدى ماهوش غير المنتدى كل حنا طلبنا طلبنا عده مرات في عهدتين، كل مره نطلبوا بحوار اقتصادي وطني شامل يشاركوا فيه احزاب المعارضه وكم فرحنا واستبشرنا لما الدستور الجزائري مد في ماده حق المعارضه في اقتراح نقطه في جدول الاعمال في مبنى البرلمان ولكن ما داروناش القانون خاصه عندنا ستاتي وين يحطوا هذه الماده باللي من حق النواب 20 امضاء ولا يطلبوا نقطه في جدول الاعمال من بين الامور اللي حابين ناقشوها الوضع الاقتصادي في الجزائر انت 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 كسلطه ولا حكومه تجيب الخبراء تاعك بمعنى هو يفسر روحه هذوك الناس اللي اللي وصلوهم لهذه النتيجه هذوك الناس اللي مازال يسمع لهم لازم تسمع الراي الاخر لازم لا. تسمع للمعارضه علاش باش, باش الخطه الاقتصاديه ولا انا يدير لي نموذج اقتصادي تاع ثلاث سنوات ما كافي ما كاش منها مستحيل انت في ثلاث سنين تجيب لي نموذج اقتصادي يزيد النموذج الاقتصادي هذا دارته وزاره التخطيط والاستشراف سابقا اللي نحاوها اللي نحاوها في 2012 الاستاذ أه هو معروف من 2012 ل 2022 سبع سنوات سبع سنوات سبع حتى 2030 وكانت واضحه هما اختصروها ما طبقوهاش في وقته واختصروها في ثلاثه سنوات انا سمعت الوزير تاع الصيد البحري سيف الروقي يقول في 2019 يكون عندنا الاكتفاء الذاتي الوزير السابق السابق اه ما نجيبوش القمح وما نجيبوش الحليب وما نجيبوش اللحوم مستحيل انت في ثلاث سنين توفر دير لي الخطه قول لي في 2016 في سبعة و18 هذه هذه مش استراتيجيه وزير انما استراتيجيه سوبر وزير بمعنى ماهوش واقعيه هذا نعم اما الحل هذا تاع الخبراء اللي يجتمعوا من افريقيا باش الجزائر تفتح اسواقها للدول الافريقيه وهو شيء صحيح بمعنى العمق الافريقي هو الاستراتيجيه تاع الدول الجزائريه في المستقبل انت ما تقدرش المنتوج تاعك نفس في اوروبا من حيث النوعيه ولا اذا نقدروا نفسو في افريقيا زيد احنا لابورتير دول الموقع الجيو استراتيجي ما كاينش بلاد عندها موقع كيما الجزائر رابطه بين القاره الاوروبيه و40 ولا 50 دوله افريقيه انت لما تبني له ميجا بروجي الميناء الدولي اللي يدخل البابور تاع 60 متر عمق و600 متر طول يرفد 20000 حاويه تولي الدول الافريقيه ترونزي كي قناه السويس نعم ودير سكه حديديه ودير الياف بصريه ودير هذا هو المستقبل تاع هذا ربما الافريقي نعم ربما دكتور كمال الرزيق لما نتحدث عن مثل ما تفضل الاستاذ منصور عبد العزيز موانئ كبيره تكون هي ربما فاتحه لدول افريقيه كثيره ما عندهاش يعني واجهه بحريه نحو اوروبا ونحو العالم الياف بصريه ربما مؤخرا تم الاعلان عن يعني ربط كبير بين الجزائر وبين نيجيريا ربما الطريق استراتيجي الجزائر حتى يربط دول افريقيا جنوب الصحراء هذه الوجهه الافريقيه دكتور هل نحن اليوم نستكشفها ام نعيد استكشافها؟ ام ترى اننا اهملناها لسنوات واليوم نحاول ان نستدرك ما يمكن استدراكه؟ اكيد اهملناها لعده سنوات لحساب الجار. المغرب تحديدا. نحن انفقنا ملايير الدولارات من اجل تحرير هذه الدول. انفقنا ملايير الدولارات كديون وكمسح للديون انفقنا عشرات الالاف الملايير مليون عشرات يعني ملايير فيما يتعلق بموارد البشرية لهذه الدول الإفريقية في نهاية المطاف قدمنا هدية إلى دول الجوار أنا الأول أخطأنا خطأ استراتيجي فادح أنا الأول أن نرجع إلى جدة الصواب وأعتقد بأن هذا المنتدى أولا هو إيجابي على جميع الصعود أولا ليس من تنظيم الحكومة الجزائرية بل هو من تنظيم بنفسه يعني متعاملين آه، اقتصاديين وهذا الشيء مهم جدا يعني راح يتلاقوا المتعاملين الاقتصاديين ليس من اجل البهرجه بيزنس تو بيزنس يعني الامور مطبوعه معروفه نبتغي تحقيق مجموعه من الاهداف الهدف الاول كيف نسوق الفائض الانتاجي؟ عندنا فائض انتاجي في الالكتروميناجي، عندنا فائض انتاجي في الفلاحه، عندنا فائض انتاجي في, في الصناعه الغذائيه وغير ذلك، كيف نسوقه الى هذه الدول؟ هذا الشيء اولي، ثاني كيف نبني شراكه لان ما نرتكبش في الحماقه اللي الدول الاوروبيه معنا، ينظروا لنا باننا سوق استهلاكي، نحن يعني ننظر في اطار التكامل والتعاون مع افريقيا على اساس شراكه كيف نصانع موجودة في الجزائر تروح إلى دول إفريقية تبني شراكة باش, باش نحولوا ما يسمى بالمنتوجات النصف مصنعة مم. أيضا ما يخفش عليك بأن احنا حبينا نولو مع هذه الميجا بروجي اللي موجودين الآن من مصلحة إفريقيا أنها جعل العاص الجزائر أقل تكلفة من جيب سلاحها وغير ذلك وبالتالي عاودنا رجعنا لجادة الصواب عاودنا رجعنا لأن هذا يدخل ضمن استراتيجية الحكومة وهل هذا سهل أن نعود سهل؟ سهل وصعب سهل عندما تكون عندك الاراده سهله جدا لان كما عندنا مكانه امنيه ومكانه سياسيه بين هذه الدول نستطيع ان نرجع أن نسترجع مكانتنا الاقتصاديه، صعب الا الخوف تكون بهرجه وبعد ما ينتهي الفوروم تنتهي كل الاشياء، هذه الامور اللي نخافوها. استاذ مصطفى عبد العزيز كلمه اخيره في خصوص هذا المؤتمر، هل هو ربما بيزنس تو بيزنس مثل ما قال الدكتور كما يرزق ام انه فيه مظاهر فقط اننا نحاول ان نستدرك في النهايه لا لا لا. تذهب كل هذه الطموحات مع ذهاب هذه الوفود رايي ان هذا المؤتمر هو من الفرص الثمينه جدا التي على الجزائر استغلالها لتكون وجهتها افريقيا وعمقها افريقيا للتعريف بمنتوجاتها ولتصدير احنا رانا مقبلين على على على, على في في مجال الصناعه راح, راح نديروا اكتفاء الذاتي تاع الدواء نولوا افريقيا رايحين في 2019 نعود نصدروا الحديد تاع غرج بيلات وتاع عنابه تاع الحجار وتاع منطقه بلاره نصدروا لين نصدروا افريقيا رايحين 2017 نكتفيوا ذاتيا في, في الاسمنت نعود نبيعوا الاسمنت نبيعوا لافريقيا 2018 نبيعوا الفوسفات لما نبيعوا نعود نبيعوا نبيعو 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 لافريقيا اول دوله في انتاج الذهب في الهوغار هي دول هي الجزائر في الدول العربيه نولوا يبيعوا لافريقيا بمعنى هذا هذا الانتاج وهذه الصناعه اللي راهي راهي نشأه نتعاملوا بها ما نقدرش نفس اوروبا نشكرك احنا على افريقيا ربما <applause> على هذه آه هذا التفاؤل للاستاذ منصور عبد العزيز اشكرك جزيل الشكر استاذ منصور عبد العزيز عضو لجنه الاقتصاد بالبرلمان عن حركه البناء الوطني كما اشكر ايضا الدكتور <applause> كمال رزيق استاذ الاقتصاد شكرا لكما <applause> على مناقشه <applause> هذه المواضيع مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير موضوعنا الثاني للنقاش كيف تمكن صحفي قناه بلاد يحيى الطبيش من إنقاذ شخص كان يحاول أن ينتحر أن يقوم بمحاولة انتحار سوف نتابع ونناقش هذا الموضوع نشاهد الفيديو أولا ثم نناقش أيضا صحفي البلاد ما هي الكلمات التي قالها والتي وجهها لهذا الشخص حتى ينجو بحياته من هذه المحاولة الانتحارية بعد فصل قصير لا تذهبوا بعيدا اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الفقره الثانيه من نقاشنا اليوم في حصه البلاد اليوم نناقش فيها قضيه كيف يمكن ان يكون الصحفي من مغطي لحدث معين الى جزء من هذا الحدث بحد ذاته، هذا ما حصل مع صحفي ومذيع قناه البلاد يحيى الطبيش لما كلف بمهمه تغطيه جنازه الراحل عمر الزاهي فاذا به يصادف في احد الاحياء في العاصمه مواطنا يقدم على محاولة انت او محاولة انتحار من فوق احد المساجد، ما الذي حصل؟ ما الذي كلمه؟ ما الذي دار بين يحيى طبيش وهذا المواطن اليائس؟ كيف استطاع صحفي البلاد ان ينقذه من انتحار كان وشيكا؟ هذا ما سنحاول الحديث معه مع المعني في هذه القضيه الصحفي والمذيع في قناه البلاد الزميل يحيى طبيش، يحيى اهلا بك. أنا بك علي تحية كبيرة جدا ليكم ومن خلالك لكل مشاهدي قناة البلاد ولمواطنين الجزائر وللقائمين على أمن وسلامة كل المواطنين الجزائر. شكرا لك يحيى، إذا يحيى المواطن والجميع يسأل ربما شاهدوا ذلك الفيديو ما. الذي عرف انتشارا كبيرا في شبكة الأنترنت ما. صحفي البلاد يترك الجموع يترك ربما ميكروفون الصحفي ويصعد فوق السلالم إلى غاية أن وصل إلى ذلك المواطن وحدثه وجه لوجه. وش بالضبط يحيى في ذلك اليوم؟ يعني حقيقة الفيديو والخبر يعني يتداول على نطاق واسع كبير جدا سواء م. هنا في الجزائر او حتى في العديد من البلدان العربية م. يعني وهي اشادة بالصحفي الجزائري صحيح. وهذا شرف لنا نحن كصحفيين جزائريين وك وكإنسان قبل ذلك. حيثية القضية هي كانت كالاتي علي والجمهور الكريم انه كلفت من طرف الاستاذ نسيم عبد الوهاب رئيس تحرير قناة البلاد بتغطية الجنازة جنازة الفقر الفقيد عمر الزاهي التي كانت يعني من من مقر سكناه الى مقبره القبطان يعني بوجود الكثير من الشخصيات السياسيه هناك لربما على الاقل بعض الاستجوابات في حياه هذا الرجل الفنان الشعبوي كما سلفتم الذكر. اثناء المرور اكيد هناك يعني حركه سير غير عاديه بحكم انه الشعبيه الكبيره جدا الذي يتمتع بها صحيح. الفنان و يعني تغلقت غلقت هذاك نعم تغلقت كلها وهذا اكبر دليل على انه هذا الفنان يملك شعبيه كبيره جدا صحيح. وسط الجزائريين. اضطررنا الى تغيير الطريق، كنا ماشيين في طريق رئيسي بعد ذلك يعني بحنكه السائق اضطررنا الى تغيير وسلك طريق ربما مختصر اكثر. اثناء مرورنا في احدى الطرقات يعني آه الكاميرمان نبهني الى وجود احد التجمعات في على على شرفه الميناء ميناء العاصمه هنا اكيد هناك شيء ما هناك واقع ما. هناك حدث ما يعني أطار ريحتي الاعلاميه في السبق الصحفي قلت انا اعلامي أكيد هذا حدث أو هذه مادة إعلامية يجب أن أخوض فيها جاءني على طبق من ذهب جاءني على طبق من ذهب يعني نصور هذه المادة الإعلامية بعد ذلك يعني أتنقل وأتوجه إلى الجنازة كما نقول إحنا بعد ذلك يعني أشرت إلى إلى الكاميرامان إلى تجهيز العتاد من أجل التصوير مباشرة لكي نختصر عن الوقت والجهد وحين سألنا علي يعني الشرطة المتواجدة هناك قال لك هناك شخص كهل يريد أن ينصحر حرقا بالبنزين شحال كان في عبر يعني بالتقريب؟ هو بالتقريب كان في حدود العقد الرابع إلى الخامس يعني في حدود السبعة والأربعين سنة مم. إلى خمسين سنة بعد ذلك هنا نزلنا وكنا ربما لا لا أكيد كنا أول قناة يعني تتواجد هناك بمحض الصدفة بطبيعة الحال نعرف الانتقال من القنوات إلى أماكن الحوادث يتطلب الجهد والوقت م. بعد ذلك هناك حشود كبيرة جدا للمواطنين هلع كبير جدا وسط وسط المارة خاصة أنه علي المكان كان يعني استراتيجي بقوه يعني صحيح. في ساحه الشهداء وفي وعلى قبه الجامع الكبير وبالموازاه مكان هناك عنده نعم. رمزيه رمزيه وقدسيه وهناك ايضا كان كان الجامع الكبير بجوار احد الأسباب المشهوره يعني في ندعو زميل العاصلة. المخرج حتى يعرض لنا لقطات وزميل يحيى طبيش يعني نعم. يعاودي على القناوي ويعود رجعنا الى هذاك الحدث زميل نعم. المخرج يعني يا لو نعرض الصور نعم تفضل يحيى وماذا حصل بعد ذلك كيف يعني انت تجرات نعم. وسط الجموع التي كانت تتفرج نعم. لتقدم على آه هذا العمل وصعدت وتكلمت معه نعم نحن نشاهد حاليا نعم. الصور وهو حد. كذلك علي اذا انا ما رانيش انا يحيى نعم. يصعد امامنا هنا اتقدم يعني الحال كما راكم تشوفوا يعني هناك بعض الامور يعني جرت قبل ان اصعد الى هناك يعني وحامل الميكروفون يعني الانسان الصحفي الانسان الصحفي الان سافسر اكثر كيف حتى يعني وصلت الى هناك يعني وش وش بيناتكم هنايا ربما من كلام يحيى عن الجميع انا شاهدت الفيديو هنا الفيديو فقط... فضول وربما والجميع من شاهدوه تملكوا فضول كيف وش دار بيناتكم الحوار كيف كان اولا علي انا هنا ما راحش نلعب دور البطمان الجزائري المنقذ البعض وصفك بالسوبرمان نعم يعني الكثير وصفني بالسوبرمان حتى انهم يعني وجدت العديد من الصور على وجه سوبرمان لا سوبرمان انا لست سوبرمان هنا في هذه اللحظه في هذه اللحظه وش كان يقول لك وش كنت تقول هنا في هذه اللحظه هو ينقل في الانشغال تاعه يعني انشغاله الذي كان قد وجهه من خلالي يعني كوسيط بيني وبينه الى السلطات من اجل يعني مراعاه القضيه فقط علي فقط انا اريد ان انوه كما سلفت الذكر قلت انا لست بطمان الجزائر ولا انا مجرد انسان م. فقط بمشاركه الحمايه المدنيه ورجال الدرك الوطني لهم تحيه كبيره جدا نعم. هم هم لانه لانه الفضل الكبير يعني حقيقه يرجع لهم لانهم يعني نعم. ساعدوني باش نصعد يعني الى اعلى القبه نعم، آه يعني يحيى كيف أنت حسيت نعم. أنت كنت صحفي آه متوجه نحو مهمة صحفية محددة نعم. آه جموع كبيرة من الناس ومن المواطنين راهم يتفرجوا ويشوفوا كيف جاتك المبادرة؟ وش جاء في ذهن؟ مم. وفي داخل شعور يحيى الطبيش في هذيك اللحظه، كيفاش حتى قررت انك تصعد؟ مش من السهل يعني صديقي علي، يحيى وهذه الفكره كانت متواجده في ذهن العشرات من المواطنين الذين كانوا هناك، اي مواطن كان يتفرج في ذلك الكهل وشو الغايه وشو الغايه ماذا كان يحز في نفسه؟ أنه يتمنى لو قال كلمة لو أنه قال جملة أو قال فعل تخلي هذا الإنسان الذي يريد أن يحرق نفسه انتحارا أنه يعدل عن هذا العمل نعم. ولكن كل واحد بطريقته بما أننا نحن صحفيين إعلاميين يعني ونحن يعني الحمد لله من الله علينا ربما بأشياء تميزنا عن الأناس العاديين نعم. بفعل ربما حكمة القول أو حتى صح. في طريقة الإقناع هنا هذه أمانة وواجب عليك كإنسان أو كصحفي نعم. من أجل أكيد. أن أن تستثمر وتستغل هذه الأمور أكيد. في الإقناع الآن تقول لي الآن السر وش, وش وش الكلام اللي وجهته لهذا الشخص اليائس نعم. اللي وصل إلى درجة كبيرة من فقدان الأمل وش هو الكلام اللي خلاه فجأة وكأنه كلام سحري نعم. يعني يتخلى عن المحاولة وينزل وش هو الكلام هذا؟ لكل يأس هناك نقطة أمل لكل بيت مظلم هناك زاوية أو حتى تقبة يعني في الجدار ممكن تخليك تروح تخلي النور يدخل. يدخل فقط هي الطريقة في البحث عن ذلك الأمل أو حتى في زعزع. نعم. الأمل أول شيء. المنتحر يعني في درجة غليان يعني ما تقدرش تصورها يعني عليك. باختصار فقط لأن الوقت قد نعم. نفد نعم وشو الكلام بالضبط؟ الكلام بالضبط أني بمجرد أني صعدت ليه قبل ما نخوضوا في الرسالة تاعه أنه قلت له أنه اختيارك للجامع اختيارك لأن تنتحر فوق جامع لا ينفي عليك أن تذهب إلى جهنم بكل انتحار حرام قتل للنفس فما بالك لو انتحرت فوق جامع لانك ستلوث قدسيته هذا هو المكان فجأة بطريقة يعني او باخرى وانسحب لو اخترت مكانا اخر للانتحار ليس هنا والانتحار ليس حل ربما ل ل لتحيا حياه افضل بالعكس بل ستضمن جهنم يعني تروح لها بدون تصفيات نعم مباشره نعم, نعم بعد ذلك هو بعد ذلك علي بحكم اني قلت له انه انا صحفي وكلمة الصحفي موثوق فيها يعني حقيقة قال نعم. لي تعدني أنك توصل رسالتي إلى المسؤولين قلت أنا أعدك أني أوصل لك رسالتك إلى الم... إلى المسؤولين جميل. وأنت تعدني أنك تنزل معي جميل يحيى ربما أنه ال... مع انتشار هذا الفيديو نعم. مع انتشار هذا الصور عبر شبكة الانترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي نعم. مثل كل شيء فيه جدل البعض قال أنك كنت تستعرض وأن نعم. كل هذه كانت تمثيلية وإيش تقول لهؤلاء؟ يعني لما قريت الكثير من التعليقات الموجوده يعني في الفيديو الذي نشر على موقع البلاد يعني وصل الى نصف مليون يعني مشاهده والتعليقات كانت بالالاف يعني حقيقه هناك مؤيد هناك معارض هناك والمشككين ماذا نقول؟ والمشككين انا لا ادري لماذا تشككون في مثل هذه الامور الانسانيه نحن لم نستعرض وكل شيء كان بمحض الصدفه وحتى وان كانت مستعرض واستعراض يبقى تبقى النيه الانسانيه والعمل الخيري والخير فعلا لا يمكن ان ننفي ان هذا البياض يا علي بياض نعم ربما انا اضيف عليه شيء من يعرف يحيى الطبيش يستبعد كل الاستبعاد ان يكون استعراضي وهو بعيد كل البعد عن هذه المحاولات اشكرك جزيل الشكر أشكر زميلي يحيى الطبيش ان شاء الله هذا العمل وهذا الانقاذ الروح أه الإنسانية إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسنات شكرا أمين جزيلا شكراً لك زميلي يحيى طبيش الصحفي والمذيع في قناة البلاد كنت ضيفي اليوم في البلاد اليوم شكراً. وأتشرف طبعا شكرا علي شكرا مشاهدينا الكرام بهذه الفقرة مع الزميل يحيى طبيش نصل إلى ختام عدد اليوم من البلاد اليوم إلى موعدة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته